مئات القطع الأثرية أبرزها ثور مجنح جديد يعود للحقبة الآشورية، آخر ما اكتشفته البعثات التنقيبية في نينوى. بعد تعرضها للإهمال والدمار، تفتتح هيئة الآثار والتراث العامة بوابة أدد، إحدى بوابات العاصمة الآشورية، بعد إعادة تأهيلها من قبل بعثات آثارية إيطالية. لدينا العديد من الاكتشافات حقيقة، أهمها هي استظهار الثيران المجنحة في تل النبي يونس. كذلك لدينا العديد من المكتشفات في النقاط التنقيبية ضمن البعثة الإيطالية، سيتم الإعلان عنها في حينه بعد انتهاء الدراسات على تلك المكتشفات. بال 2021 أكو 150 لوحة مسماري بالقصر الزهير وراء البابداد، هذول من 620 قبل الميلاد، وهذا المفروض أهم شيء ممكن. بس كمان هاي سنة أكو كتير لوحة مسماري وكاتا جدا مهم حتى نسجل التاريخ الجديد للنينوى القديمة. وفضلا عن عمليات التنقيب واكتشاف الآثار، هناك عملية التأهيل التي أنتجت افتتاح مساحة خضراء ومتنزها آثاريا واستراحة للسياح المحليين والأجانب بغية تنشيط القطاع السياحي في المحافظة. تم افتتاح المتنزه الآثاري ليكون مركز استراحة للزوار العراقيين والأجانب عندما يتجولون في المنطقة الأثرية من قبل البعثة العراقية الإيطالية المشتركة، تقوم بأعمال الصيانة مثل ما رأيتم في بوابة أدد بعد أن حطمها داعش الإرهابي. الآن عاد ألق هذه البوابة من جديد. وكانت حكومة نينوى المحلية قد خصصت مبالغ ضمن ميزانية المحافظة لإعادة إعمار وتأهيل مواقع أثرية في تل عفر ومدينة نينوى الآشورية. إماد علي، والنيوز، الموصل.